بتعرفوا مشاهدينا هلا صيفيه، حدا بيسافر حدا بيجي محل تاني. استثنائيا اليوم عندنا بيتس مع زميلتي جيسي. صباح الخير جيسي. موضوع كثير حلو اليوم نقيتيه وهو مزبوط. اليوم اول شيء بدنا نوجه تحيه كثير كبيره للجيش اللبناني، كثير 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 كبيره من القلب. نحن معكم ندعمهم 100%. وحبيت بما انه اليوم الجيش عم بيقطع بمرحله صعبه وعم نحكي عن البيتس، خلينا نحكي عن البيتس يلي بيشتغلوا مع الجيش. أوكي. هلا بلبنان في عنا شوية كلاب بيشتغلوا مع الجيش اللبناني، انما اكثر بنشوفها بامريكا وبيوروب. بالاجمال الكلب هو صديق للانسان، وعم نستعمله حتى لدرجه انه يكون الى جانب الجيش ويساعدهم. بدايه رح نبلش بفيديو، وهذا الفيديو بيعطينا اذا بدك هيك فكره صغيره وسريعه كيف معقول نشوف الكلاب عم بيتفاعلوا حد الجيش ومع الجيش. هلا اذا بدنا نحكي هيستوريكلي او بالتاريخ، من كثير 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 زمان ستيفاني، حتى قبل المسيح، بتشوفي الكلاب عم بيستعملوا بكل السيفيلايزيشنز اللي قطعوا. كل مره بتختلف حسب السيفيلايزيشن. ليتس سي اذا بنرجع على ايام اليونانيه والرومان، كانوا يحطوا للكلاب كوليه عليه حديد ويلبسون كيف الدرع اذا درع بدك حديد مطالع منه سبايكس، وهو اللي كانوا يتقدموا الجيش. يعني اول تروب بتمشي هي تروب الكلاب، كانوا يدافعوا عنهم، يعني يبلشوا اول هجوم. اوكي، هلا الكلب بيقولوا انتميديتس، بخوف الجيش اللي بوجهن، وكانوا هالسبايكس او الحديد الطالعين من الكوليه والجاكات اللي لابسينها كمان اللي طالع منها حديد تاذي الجيش. بقى هيدي من زمان زمان، ومع الوقت كل ما نحن كنا عم نتطور، ان كان بالاسلحه او بالطرق او بالتكتيكس او بالذكاء اللي بيستعملوه الجيش، كنا عم نتغير باستعمال الكلب. بس عقلتنا عم يرجع لورا، كل شيء تقدم وتطور يعني لسوء الحظ. يعني هي الحرب بشعه كيف ما كانت، منه شيء حلو ابدا اكيد، بس انه كمان لما بيكون عندهم لما بتكون واقعه الواقعه وماشيين فيها، الكلب كمان عم بيستعمل بطرق، وكثير مرات خلص عالم وساعد عالم. هلا رح احكي عن هالموضوع، بس مش حدغري نصير نحكي عنه، يعني هيك رح اقول شغله صغيره. اليوم بالحروب اللي عم بتصير اليوم، الكلب مش عم بيأذي، ان فاكت عم بخلص كثير جيش، ان كان وقتها عم بيكتشفوا انه في متفجرات بمحلات معينه. بودي الجيش الكلب قبل، بتعرفي they do the sniffing، بيعرفوا انه في هون متفجرات، ساعتها بيكونوا عم بخلصوا جيش جاي وراهم. او اذا في ناس تحت الانقاض كمان عم بيلاقوهم وبينتشلون، يعني دائما الكلب بيساعد، ما بي ابسولوتلي قد ما فيه قد ما فيه. ما بعرف اذا اول فيديو ردي معنا لنبلش فيه ولا بنكفي شوي عن المواضيع. anyway خليني انا كفي شوي عن الهيستوري. فيديو ردي، فيديو ردي، خلينا نحضر سوا. حلو، بلشنا هيك ستيفاني بس لنشوف شو يعني كلب موجود مع الجيش. اللي شفناه هلا بالفيديو هو كلاب عم تتدرب بقلب المعسكر. هول الكلاب اكيد عم بيهجموا على العالم، بس هول العالم اكويبت حتى ما ينأذوا، حاطين شيء على ايديهم اكيد، بس بيستعملوا يوميا اذا كانت بحاجه. مثل ما شفناه مثلا وقتها وين الباب عم بيهجم على محل، اول شيء بتشوف الجيش عم بينبه الشخص انه بليز ظهر بليز ظهر. لما الشخص ما كان عم بيتفاعل مزبوط، يعني فلتوا عليه
مزبوط. هلا خلينا نرجع شوي بالتاريخ لورا ونشوف كيف الكلب تطور مع تطور المعدات، اذا بدنا نقول مع الجيش. من زمان كثير كانوا يستعملوا اكثر شيء الكلب كماسنجر، يعني يوم بالحرب بدك توصلي رساله معينه. من زمان كثير بركي ما كان في عنا الايميلز او الطرق الالكترونيه، كانوا يودوا بركي letters او الرسالات عبر الكلب، بلبسوا جاكيت بحطوا الرساله فيها وبيكون بيعرف ريحه الشخص اللي رايح لعنده وبيودي اللتر. او حتى كمان كانوا ايام الحرب وقت يكون عندك جيش منصاب بقلب المعركه، كان في كلاب بتشوفي لابسين جاكيت عليها علامة الميديكال ساين، يعني بيكون معهم المينيموم اكويبمنت ليساعدوا المجروح. وبيودوا الكلب بيوصل عند الجرحى، اذا الجريح العسكري الجريح منه جرحه بليغ وبيقدر يستفيد هو يحط الاساس، اكيد بيكون بس في الفيرست ايد كيت، يعني الاسس الاساسيه اللي بيستعملوها ليضمم الجراح تبعه. في عندك قصص ثانيه كمان كانوا يستعملوا فيها، اوقات يوصل الاكل او حتى يعني في ميديكيشنز من زمان كثير. رح اعطي اكزامبل ثاني كمان غير انه الكلب لحاله. بزمان كان في حرب بمنطقه فيها كثير ثلج، ما عم بيقدروا يوصلوا للجيش ولا الاكل ولا الدواء ولا الاسلحه. السلاد دوغز بوقتها استعملوا كمان ليوصلوا الاكل والمعدات للجيش. دونك من زمان هالقد كان شوي الاستعمال تبعهم بيسك. هلا بالحرب بروسيا استعملوهم على شيء كثير ادفانسد اكثر، كانوا يسموهم الكلاب يلي اذا بدك التانك دوغ، يعني تبع الدبابات. يعلموا الكلب يحطوا عليه مثل متفجره او قنبله، بس مش حتنفجر فيه، لا، معلمينه انه بتركض على الدبابه على الكوماند بتترك القنبله وبترجع. استعملت بالحرب الروسية كتير، ما كانت كتير مفيدة لأنه وقت نعملوا التدريبات كان الكلب عم بيتدرب على تانك أو على دبابة واقفة، بينما أيام الحرب لما الدبابات ماشية والقصف ماشي الكلاب شوي خافوا. صح، مع تطور كمان أكتر هلأ بالصوت كمان هن بيسمعوا 10 مرات أكتر منا، يعني نتصور قدي نحن بنتضايق من هالأصوات القوية. بما أنك جبت سيرة هيدا الموضوع، من القصص اللي بتخلينا نستفيد من الكلاب هو أنه السمع تبعهم بيفيد. في عندك شي تاني، الشم تبعهم هو 5 أو 10 مرات أكتر من الإنسان. استعمل كمان الكلب بالحرب سكاوت دوغ. شو معناتها السكاوت دوغ؟ بده يكون اول شيء الكلب مش ما نحن مفكرين اجريسيف وبيركض وبعوي، بده يكون كثير رايق. بما انه عنده قدره الشم هالقد عاليه بيقدر يشم وجود الانمي او العدو على بعد 900 كيلومتر قبلنا. سو كانوا يده، بس بده يكونوا رايقين هول الكلاب لما يعووا، ولما بيعرفوا يشموا ريحه العدو بهزوا بدنبهم او بيعملوا ساين بدينايون ليعرف الجيش انه قربنا او في حدا غريب قرب علينا. كمان شيء ثاني مهم هو الجارد دوغز اللي بحطوهم بقلب المعسكر وبيحموا وبينبهوا العالم كثير. اكثر شيء استعملوا هلا، في عندنا صور كمان اذا بيقطعوا بالسلايد بنصير عم نشوف صور بالتاريخ. بتشوفي بالفيتنام لانه كان في وقتها تانلز عم بيقطعوا فيهم الفيتناميه وهيك، كان الامريكان على طول البيس تبعهم او المعسكر عم بينهجم عليه وما عم بيعرفوا من وين. فوقت نجيب الكلاب ان كانوا الجارد دوغز او السكاوت دوغز، يعني الكلاب اللي بيعرفوا انه في حدا غريب وبيعطوك اليرت او بنبهوك بلا ما يعوا، كثير قللوا من الموتى. استعمل 5000 كلب بحرب الفيتنام، بيقولوا خلصوا تقريبا 10000 جندي امريكاني. بقى شفت كيف شوي شوي مع الوقت صار في تطور باستعمال الكلاب. هلا رح يقطع معنا اي نوع من الكلاب اكثر شيء بيستعملون؟ هلا في صوره كمان رح تقطع بتفرجينا على 3 أنواع كلاب المهمين. عندنا جيرمان شيبرد، عندنا الداتش شيبرد، وبدي اقول شغله كمان هلا، هول هن كلاب هون عم بتشوفها من زمان، شفتي هيدا اللي كنت عم بقول لك عنه بيوصل الفيرست ايد الصليب الاحمر، حتى بيقولوا هون عم بيوصلوا على الثلج اذا بدك المؤن للجيش الموجود ومش قادرين نوصل له. هيدا بالراشن ارمي. هون كانت هيدا الانتي تانك دوغ اللي كنت عم بقول لك انه بيودوا كانوا القنابل على الدبابات تبع الجيش العدو. هلا في شغله مهمه ستيفاني، انه رجعوا استعملوا مش بس الجيرمان شيبرد اللي هن، هيدا سكاوت دوغ اللي عم نشوفه اللي هو كلب بس بيستعمل الشم تبعه ليحدد اذا في وجود غربه او لا.
حتى الكلاب الصغار استعملوا بقلب الحرب، والحلو بالكلب الصغير انه اسرع وانه تحركه اهون وما ببين، فكمان كثير استعملوا بالميليتري مش بس الكلاب الكبار. هون عم نشوف مع التقدم ليكي حتى بتشوف الكلب صار بينزل من الهليكوبتر مع الجيش تبعه مع الجندي تبعه. هون قد ايه وقت بيدربون هالقد الجيش؟ ليك بياخذوا الكلب من هو وكثير صغير، والطريقه اللي بنقوا فيها الكلاب هون. بس قبل ما نكفي ستيفاني بدي اقول شغله، عم نشوف بالسلايد اللي عم تقطع انه اليوم الكلب كمان عم بيستعمل بالبوليس وعم بيستعمل بالدراجز وعم بيستعمل بالاكسبلوزيفز، يعني عم بيستعمل مع اذا بدك الدرك اللي يوميا اذا عم بيهاجموا حدا عم بركي مش ضروري بقلب الحرب. صح. او في عنا المخدرات او في عنا المتفجرات، وهيدول شغله كثير مهمين. هول هن الثلاث كلاب اللي كنت عم بقول عنهم يلي اكثر شيء بيستعملوا للميليتري دوغز، بس مش بس هول هن، حتى اليوم بتشوفي في الجولدن ريتريفر واللابرادور عم بيستعملوا بالجيش. هول ما بيكونوا اتاك دوغز، بيكونوا اكثر سنيفينج دوغز، يعني اللي بيشموا متفجرات والدراجز. الحلو ستيفاني انه ببلش التريننج من هن وكثير صغار، يعني بيجيبوا الكلب وكيف بنقون. عاده اذا نحن بدنا ننقي كلب بنروح بننقي بركي اروق كلب لما يخرب لنا البيت. بالميليتري دوغز العكس، بنقوا الكلب اكثر واحد هايبر، بكبوا طابق. تخيل هي التريننج ببلش بهالسخافه اذا بدنا نقول، بكبوا الطابق الكلب اللي بيركض عليه او الكلب اللي عنده الحشريه انه يركض، بيكونوا من اول الكلاب يلي سيلكتد. شوي شوي بيصيروا بيعلمون هايد اند سيك، يعني بيخبوا لهم شغله والكلب لازم يلاقيها. هون عم نحكي مثل وقتها بيكون الكلب عم ببري مع حدا، مثل ما قلت ببرمه بالانقاض وهيك، هيدي بتجي بالانستنكت تبع الكلب. بيصيروا ينقوا الكلاب الاضبط، بينشغل عليهم بحدود السنه ونص، وعلى السنة ونص بيتودوا على الباتل. في عنا فيديو تاني بفرجينا كمان كيف بقلب المعسكر هيدا الكلب كمان عم بيعمل تمرين، وبتشوفي هون بحب الفت النظر لهالموضوع قدي بتحسيه أجراسيف وقدي صعب يترك لما يهجم على الشخص. أوكي. الفيديو رجع رح نشوفه سوا. Watch it! Come on, boy! Come on, release my dog! No, 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 get release him! Get him. No, no, no! Oh, good boy! Yeah! That's a good boy! Yeah. Come here, boy! Okay, come on! Horse, out! Heel! قد ما عم يجري بهديه ما عم بيوقف. مزبوط، ما فلته لتشوفي الكلب وهو بيعرف انه يمكن عم يعملوا تريننج، بس انه بتعرفي شو المنطق. بس عم يعمل تريننج، سوري سؤال هيك اجى على بالي هلا. الشخص اللي عم بيمثل دور الانمي هو ما بيعرفه، بيكونوا جايبين حدا حتى لو بيعرفه ما بيأثر، هو الكلب عم بيمشي على الكوماند تبع صاحبه. يعني لو مين ما كان يكون، لو كان حدا شوي خلص يمشي على الكوماند. يعني اذا قال له الهاندلر تبعه انه بدك تعمل اتاك، بدك تعمل اتاك، ما في واسطه، يعني ما في واسطه ما في مزح بالدق. بس تشوفي، وانا قصدا حطيت هذا الفيديو، قد ايه كان صعب انه يشيل الكلب وقد ايه كان صعب الكلب يظهر من هالحاله تبع الاتاك. هلا هيدي شغله ثقيله شوي، رح نحكي بعد شوي عنها. بس قبل ما نحكي عن هيدا الموضوع، بما انه عم نحكي عن الجارديان، الجارديان تبعه الكلب الميليتري له صاحب واحد، بياخذ اوامر من صاحب واحد بس، بيتعلم انه بس هيدا الشخص. هلا في حال استعمل الكلب بضل مينيمم سنه مع هيدا، اذا مثلا لا سمح الله استشهد الجندي بده يرجعوا يدربوه على شخص ثاني، بس ما فيك بذات الفتره يكون في شخصين او ثلاثه عم بيشتغلوا مع الكلب. شيء ثاني كثير ملفت للنظر، الفيستس اللي بلبسوهم اياهم اليوم فيهم كاميرات،
فيهم مايكروفون، يعني بيودوا الكلب وبيقدروا بالبيس يشوفوا قصص شو عم بيصير حواليه، حتى بيسمعوا الأصوات، سو فيك يكونوا kind of spies أو بيودون من دون ما يعرضوا الإنسان للخطر. شي هلأ الكتا عم بقوله قدي صعب تشيل الكلب الريتايرمنت أو لما الكلب بدأ تخلص وقت خدمته بالعسكرية، لسوء الحظ إنه كانوا قبل يقتلون كلهم، لأنه بيقولوا إنه الكلب صار أجريسيف لدرجة إنه ما فينا نرجع نعمله يتبنى ويعيش بقلب بيت. هيدا الشيء نعمل بال2000 بأمريكا، قانون عمله بيل كلينتون منع قتل الكلاب كلياً لهيدول الكلاب، بينعطاهم chance to be adopted على شرط إنه يكون ينعمل لهم مثل تيست، إذا الكلاب بيقدروا يعيشوا بقلب بيت طبعاً بنقدر نتبنيهم، وإذا لا بيكونوا صاروا بركة خدموا للآخر خدمتهم. لأي عمر بيقبلون؟ يعني مش بدل لازم يكونوا جان، يعني ما لازم يكونوا لا من السنة ونص. في عندي كلاب للعشر سنين بتضلها تخدم، بس أوقات الكلب هو ببطل يتفاعل أو بيتعب أو كمان الانستينكت عنده بتخف 100% أو بينصاب. في عندي كل هالحالات. إن جنرال هيدا كانت كل شيء. في فيديو هيك خفيف بالأخير بفرجينا شوية صور عن كلاب كانت بالحرب. Thank you جيسي. مرسي إليك. Thanks ستيف. رح نشوف الفيديو بنخدم. نشوف الفيديو سوا. I'll be at your door tonight if you need help. I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you.